نعود إلى موضوع الجماعات الإرهابية وعودة المقاتلين، المتوقع عودة 6000 إرهابي إلى القارة السمراء. من القاهرة ينضم إلينا الخبير في الجماعات المتشددة دكتور ماهر فرغلي. دكتور ماهر، مساء الخير. إذا عودة المقاتلين لطالما كان الكابوس الأكبر لدى البلدان، كابوس الأجهزة الأمنية، ما وضع القارة السمراء هنا؟ نعم، وضع القارة السمراء يعني مثل بقية العالم، يعني أوروبا وبعض الدول مثل مصر وبعض الدول الأخرى الخليجية، نحن نتوقع عودة بعض العائدين، وبرأيي أنهم سوف ينقسمون إلى أربعة أنواع من العائدين. يعني النوع الأول وهو الذي سوف يعود وهو محمل بنفس الفكر، وسوف يكون متواصل مع التنظيم، وهذا سيكون خطر شديد جدا. وهناك نوع الثاني وهو الذي سوف يعود لكنه ترك التنظيم ولكنه كامن بالفكر، يحمل نفس الجينات الفكرية والأيديولوجية، وهذا أيضا خطر لأنه يمكن أن يتحول فجأة. والنوع الثالث هو النوع الذي ترك التنظيم وترك الفكر، وهذا النوع يمكن استيعابه، وهذا لا يتم طبعا بكل تأكيد إلا بالفرز الأمني، وهذا يحتاج إلى خريطة معلومات تفصيلية وبروفايل عن كل هذه الشخصيات. هناك نوع جوال سوف يتجول في العالم ولن يعود، لكنه سوف يبحث عن أماكن التوتر ويتواصل مع بعض التنظيمات في أماكن التوتر ويعود لهذه العمليات الإرهابية المسلحة. هذه الأنواع الأربعة. يعني هناك دراسة كانت موجودة في الدنمارك، حاولت دولة الدنمارك أن تستوعب بعض العائدين، أقامت تجربة على بعض العائدين ونجحت إلى حد ما، وهي استيعاب بعض العائدين بحيث تقوم منظمات المجتمع المدني، تقوم الأسرة، تقوم الجامعة، تقوم المؤسسات الدينية باستيعاب هؤلاء ومحاولة جدولة برامج معينة تنويرية، وإلى حد ما نجحت هذه. طيب دكتور ماهر، في أنماط عديدة ذكرت بهذا الموضوع، وصحيح يعني مراكز الفكر كان على دراسة العائدين من التطرف، العديد من هذه المراكز من تطرف الجماعات الإرهابية هي ذكرت وحددت يعني قسمت كما قلت أنماط هؤلاء. من في نمط ذكر هنا هو الجهاد العابر للقارات، ما يسموه الجهاد طبعا العابر للقارات. هؤلاء لديهم التزام ايديولوجي للعنف، هذا العنف الذي تعتمده الجماعات الإرهابية باسم الإسلام، الذين يدعون الإسلام. هؤلاء لا يعودون إلى ديارهم، أريدك أن تعلق على هذا النمط، إلا بعد نعم. تنفيذ هجمات عديدة في الخارج، وهذا هو النمط الأشد خطورة، وربما هذا نعم. طبعا لا بيجعلنا نذكر طبعا ما حدث اليوم في منهاتن طبعا تبعد حضرتك. نعم نعم، هو طبعا هؤلاء من اطلقت عليهم في النمط الاول وهم الجولون، يعني الذين سوف يتجولون ويبحثون عن اماكن التوتر ويقومون بعمليات ارهابيه مسلحه. هذا النمط خطر، يعني في عام 2011 كان هناك حوالي 500 من تنظيم القاعده مصنفين لدى اجهزه الامن العالميه على انهم جولين بهذا الشكل. هذا النمط خطر للغايه، وهو على ما اعتقد ان بعض الاجهزه وبعض مراكز الابحاث تتوقع أن شمال أفريقيا سوف تكون محطة لهؤلاء، تحديدا تونس سوف تكون محطة لهؤلاء، ووسط آسيا سوف يكون محطة لهؤلاء. ولذلك نحن شاهدنا في الآونة الأخيرة جماعة الإمام البخاري، نشوء جماعات جديدة بأشكال جديدة متعددة بأسماء جديدة تحمل نفس الأيديولوجية الفكرية بنسخ جديدة وهي خلايا. ما الذي يمنع من اعذرني ما الذي يمنع من الوصول إلى يعني وضع معين أخف من الذي نشهده اليوم؟ يعني لطالما كان هذا الملف الأبرز، موضوع عودة المقاتلين الأجانب بجميع الاجتماعات الأوروبية. نعم، يعني هو كان هناك مشكلة خطيرة جدا، يعني المشكلة الأولى وهي التجاء هذه التنظيمات إلى الصحاري وتغاضي بعض الدول عن ضرب هذه التنظيمات في مركزها، يعني الفترة طويلة جدا. يعني نحن شهدنا سياسة أوباما على سبيل المثال، كانت سياسة أوباما قائمة على ضربات
للتحالف بالطائرات وفقط وليس قهر التنظيم بالكامل وتفكيكه بالكامل. يعني شهدنا استخدام التنظيم من بعض الدول، يعني شهدنا بعض الدول تمرر مقاتلين لهذه التنظيمات بحيث تستخدمها وتوظفها لصالح اجندات خاصه بها. هذا هو ما ادى في النهايه الى هروب عناصر كثيره جدا من هذه التنظيمات الى اماكن اخرى، مثل مثلا الفلبين التي شهدنا فيها محاوله داعش انشاء اماره هناك على سبيل المثال. صحيح، وما شاهدناه في مراوي بالاونه الاخيره. لازلنا، انا اشكرك جزيلا من القاهره الخبير في الجماعات المتشدده دكتور ماهر فرغلي.